اكيد فما لعبه اخرى تقامصت زي نادي شرطه المرور، لعبه الترجي الرياضي التونسي سابقا مدام ساميه بالحاج اللي لعبت في عديد الفرق. سعيد جدا باستقبال المكالمه الهاتفيه مدام ساميه، مرحبا بك عبر موجات اذاعه الحياه فهم. الو عشيمة، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافه. أكيد مرحبا بك مرة أخرى، هذه المرة الثانية اللي تكون معنا عبر موجات إذاعة الحياة فهم. أكيد تقمصت زي الترجي الرياضي التونسي نادي شرطة المرور، الفريق العريق هذايا قاعد يمر بأزمة كبيرة برشا، شفنا منذ قليل تدخل رئيس النادي وكان حكاية على الفريق هذايا، إن شاء الله حسب ما قال في الأفق على الأقل تتحل الأزمة ويرجع الفريق للنشاط. أكيد عندك ما تقول في الموضوع هذايا. والله حبيت نقول اللي الفريق هذا تبارك الله، انا كي كنت لعبه في الترجي الرياضي التونسي حل الابواب الكل، انا من اول اللاعبات اللي تاسس في نادي شرط من 1990، تعديت برشا مراحل، تعديت على برشا ممرنين، عندي برشا ذكريات جميله فيه، يعني حاجه تاسف برشا كي نسمع لي الفريق هذا باش يتحل. ما نعرفش انا كل الوليدات الصغار اللي عندنا المنيم وليكول وين باش يمشيو، ما فهمتش، ما نعرفش في المسؤولين واعيين باللي قاعد يصير ولا لا، يعني احنا في عود صغيراتنا نلموهم ونخليهم يمارسوا الرياضه، نقعدوا احنا نحلوا فريق نخليهم مصيبين كيكه في الشارع واحنا نعانيوا الايامات من الحرقه ومن برشا مشاكل في البلاد، يعني يكفي البلاد اللي فيها باش نزيدوا احنا نحلوا فريق. بربي يا سيد المسؤول، راهو الفريق هذا هز برشا القاب، هز بطوله عربيه، شارك في برشا دورات، تعديوا عليه اكبر لاعبات، انا نحب نذكر خاصه هند بن محمود، كوثر عاشور، سهير رواني، برشا لاعبات من نادي الرياضي الصفيقسي، يعني عنده فضل كبير عليهم، واللي مش معقول اللي قاعد يصير في الفريق هذا. سي علي جويني قاعد يقدم في برشا 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 معناها تضحيات على الفريق هذا، ما فهمتش علاش مركزين معاه، ماكمش حابين. انا الحق نداء لسي علي البنزرتي خاطر نتصور لي قلبه كبير ويسمع فيا، ونعرف اللي من احبي كره السله وغيور عليها برشا، بربي يا سي علي القى لنا حل، رانا احنا في حاجه للرياضه النسائيه، راهو كي تحل شرطه المرور عباره على فريق قومي انه هو كان يضم احسن اللاعبين في تونس. بون سامحني ما عادش نجم حتى نتكلم. هو حتى حكاية سي علي الجويني هو ممكن إمكانية حب يغيروا اسم الفريق هذاك، علاش احنا في بنبي هذي من قبل ميسالش غيروا اسم الفريق، لكن اموا تكون الجمعية موجودة باللاعبات بالمسؤولين، خاطر زادة سي با فاسيل تلقى انسان كيما سي علي الجويني، انا نعرف هو عندي برشا من اللي كنت لعبة في الترجي الرياضي التونسي علاقتي به طيبة، انسان معناها كوتي معناها انساني على الاخر، يحب البنات، يحب الرياضة، معتا ما نعرفش علاش تحبوا تخسروا المسؤولين كيما هكا، ما عادش عندنا برشا، ما عادش عندنا برشا مسؤولين هكايا، يهديكم ربي، راهي البلاد مش معناها في احنا نحبوا بلادنا منورة بالمسؤولين، برشا حاجات ما نحبوش ندخلوا في متاهات لا سياسة ولا حتى شيء، نحبوكم تستحضروا على بناياتنا وعلى اولادنا. تصور سي علي راهو يسمع فيا، خاطر انا متاكده اللي سي علي قبل حتى كي نقصدوا في اي قضيه في اي حاجه يقف مع الرياضه النسائيه خاصه الرياضه النسائيه. واضح. في الختام شنو الميساج حاب توصلوا؟ انا ماذا بيا راضي من الرياضه النسائيه في احسن حاله في احسن حله. يفضلكم استحضروا على هالبنات، راهو ما عندناش برشا بنات في تونس يمارسوا الرياضه، الظروف توا اللي احنا فيها، الوضعيه اللي فيها البلاد، منا طالبين شيء، احنا طالبين جمعيه قائمه الذات، يعني ناس تمارس الرياضه، انا توا هاني معناها ممرنه في الهلال الرياضي وعامله برشا تضحيات، توا الناس اللي تجي تقول لي مدام كيفاش ما فماش شرطه المرور، ما نجموش نعيشوا راهو بلاش شرطه المرور. شرطه المرور عباره على كيما التراجي، كيما نادي الافريقي، شبيبة القيروان، هذوما جمعيات عندها معناها عندها تاريخ. يفضلتم يا سيد الوزير يا سي علي، بربي شوفوا لنا حل، بربي راي الناس اللي خدمت في شرطه المرور راي ضحات، راني انا اول الناس، راني انا عامله ليغامون كروازي وروتيل في سيق واحده، راهو يهديكم ربي، راي جمعيه محليها، الناس اللي فيها محليهم راهو ضحاوا على الاخر. حب نذكر سي علي جويني، سي شكري المازني، سي عدنان الشاهد، الناس اللي خدمت اللي عطات دمها للجمعيه هذه، البنات، ما يعني حاجه خايبه برشا، وانا اللي تنحى من الشامبيونات. واضح، شكرا لك.
شكرا لك. شكرا لك مدام سامية بالحاج، اللاعبة السابقة للترجي الرياضي التونسي ونادي شرطة المرور. ونحن نستغل الفرصة نرحبوا مرة أخرى برئيس فرع كرة السلة الشبيبة القراني سابقا ومكلف بفرع كرة السلة الحالي للشبيبة الرياضية القرانية. مرحبا بك سي سليم. مرحبا بك خويا عبد الله، مرحبا كافة مستمعي الحياة فهم. أكيد سي سليم كنت تتبع وكنت تسمع في رئيس النادي فريق يعني فتيات فريق عريق نادي شرطة المرور، أكيد كأنت كمسؤول ولا كرئيس نادي كي تسمع كيفك في عرقة الفرق هذية أنه توصل حتى يتم تجميد الفريق هذا أو يتحل الفريق هذا، خسارة كبيرة لكرة السلة النسائية. هو شيء يحز في النفس معنا وقت اللي تسمع فريق كما نادي شرطة المرور بالعرقة متاعه وبالتاريخ متاعه يوصل للحالة هذه معنا. و خويا عبد الله راهو معناها الوضعيه اللي فيها نادي شرطه المرور معناها هي تنطبق على برشا فرق في تونس مش كان على نادي شرطه المرور، ونتمنوا معناها كونوا نادي عريق في هذا يتم حل الاشكال من طرف السيد رئيس الجامعه سعيد بن زرتي، من تدخل وزير الشباب والرياضه. هذه رياضه متنفس معناها الصغيرات متنفس الشباب، قاعدين شبابنا يمر بوضعية خايبة اجتماعية، فهمتني؟ إذا تكملت نحيل الرياضة معناها ما قاعد حد شيء، فهمتني؟ هذا بالنسبة لفريق نادي شرطة المرور. أكيد سي سليم باش نحكيو على الشبيبة الرياضية القيروانية، الفريق اللي رجع للتدريبات والفريق اللي خاض إلى حد الآن 6 جولات، انهزم في 5 مقابلات وانتصر في الجولة السادسة يوم أمس أمام شبيبة المنازة، والانتصار هذا اللي خلينا نقوله بين قوسين انتصار ضد فريق مباشر وانتصار جاء في وقته خارج الديار. نعرف الفريق نهار الجمعة عنده مقابلة صعبة ضد النجم الساري قبل الفريق يركن للراحة لمدة 18 يوم، فرصة على الأقل الفريق انتصر في قاعته في القيروان. إن شاء الله نتمنيه ويكون بحضور الجمهور إن شاء الله. بل هذا سي سليم باش نمشيو فاصل صغير ثم نرجع نحكيو على الشبيبة الرياضية القيروانية.